بونجور ميزيلاب، هناخد مع بعض النهارده اونيتي ويت. عنوان الاونيتي بتاعي جي سيزون، انا عندي 6 سنوات. جو سوي ان جارسون، انا اكون ولد. تعال نشوف الاونيتي بتاعي هناخد فيه ايه النهارده. في محادثه بين ولد وبنت. الولد بيقول لها جو مابيل هاني، انا اسمي هاني. جي سيزون، انا عندي 6 سنوات. جو سوي ان جارسون، انا اكون ولد. هنا الولد يا حبايبي بيعرف نفسه للبنوتة الواقفة قدامه. بنت هترد عليه وتقول له ايه؟ اكيد البنت هتعرف نفسها كمان، فالبنوتة هتقول له جو مابيل نوها، انا اسمي نوها. جي ويت اون، انا عندي 8 سنوات. جو سوي اون في، انا اكون بنت. تمام كده؟ يبقى هنا المحادثة اللي كانت بين الولد وبنت، كل واحد بيعرف فيهم نفسه للتاني او للاخر. خلاص. طيب تعالى نشوف الجزء الثاني. عندي بردك في هنا محادثة، في ولدين بيكلموا بعض. الولد بيقول جو سوي اني ليف، انا اكون تلميذ. جي ام فرير، انا عندي اخ. هنا الاب والام بيكلموا بعض. الام بتقول جو سوي امير، انا اكون ام. جي اون في، انا عندي بنت. خلاص. يبقى هنا بردك لو عايزة اعبر عن المهنة او الوظيفة بتاعتي بقول جو سوي، واقول ايه المهنة أو الوظيفة بتاعتي. لو عايزة أقول أو أعبر عن الحاجة اللي أنا هملكها هقول جي. جي معناها أنا عندي، وبقول بعديها الملكية بتاعتي. يبقى جو سوي أني لاف، أنا أكون تلميذ. جي أم فرير، أنا عندي أخ. جو سوي أمير، أنا أكون أم. جي إم فري، أنا عندي بنت. ودلوقتي جه ميعادنا مع الجرامير. هنشوف القاعدة بتاعت النهاردة هتقول إيه. عندي حاجة اسمها présente toi. présente toi، قدم نفسك. في ولد بيقدم نفسه هنا بيقول جو مابيل أحمد. جو مابيل أحمد، أنا اسمي أحمد. جي فان أون، جي فان أون، أنا عندي 20 سنة. جو سوي بروفيسور، جو سوي بروفيسور، أنا أكون معلم. يبقى تاني présente toi يعني قدم نفسك. جو مابيل أحمد، جي فان أون، جو سوي ام بروفيسور. تعالى مع بعض كده نشوف سؤال مع بعض، ناخده على الاونيتي ده ونحله. السؤال بتاعي بيقول كومبليت. كومبليت يعني اكمل. اول جمله معايا جي ديس، جي ديس، انا عندي 10. برافو. اون، جي ديس اون، انا عندي 10 سنوات. الجمله الثانيه جو نقط اني ليف، عايزة أقول أنا أكون تلميذ أو أنا أكون طالب. برافو. جو سوي أني لاف، أنا أكون تلميذ أو أنا أكون طالب. الجملة الثالثة اللي معايا نقط مابيل نوها، عايزة أقول أنا اسمي نوها. برافو. جو مابيل نوها يعني أنا اسمي نوها. جي ديس أون، جو سوي أني لاف، جو مابيل نوها. تعالى بقى دلوقتي جي معادنا مع سؤال المتفوقين. سؤال المتفوقين النهارده بيقول شوازي، شوازي يعني اختر. الجمله الاولى جو نوت ان جارسون، جو نوت ان جارسون. الجمله الثانيه جي نوت في، جي نوت في. ركز كده في الجملتين ونحاول نحلهم. منتظرين.